انطلاق الحوار الأول حول مستقبل الصحافة الإلكترونية بالمغرب بعد اللقاء الأول سنة 2012 بالمعهد العالي للصحافة والذي قاده الوزير السابق مصطفى الخفي، كنت آنذاك عضوا للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية. في تل متابعته لهذا الموضوع ليست وليدة اللحظة، وإنما هي تعود إلى سنين قد خلت راكمت العديد من الملاحظات، والتي ربما للأسف وأتأسف وأحزن لأني خرجت بهذه الخلاصة. مدونة الصحافة والنشر اليوم المغربية هي مجزرة الصحافة الإلكترونية. سوف أعود لأخذ مع الكثير من الإرهاصات التي ينبغي الانتباه إليها لما نتحدث عن الصحافة الإلكترونية وعن قوانين الصحافة والنشر المغربية. لنقف مع معطى أساسي جدا، هو أننا لسنا أمام معطى إصلاحي أو تغيير تقني لمدونة الصحافة والنشر السابقة وقانون الصحافة والنشر السابق، على اعتبار أننا اليوم مع منعرج ليس فقط لحرية التعبير والنشر، ولكن منعرجات سياسية وديمقراطية خطيرة جدا. هذا يجعلنا بالضرورة أن نرجع خطوتين إلى الوراء لنقف مع معطى أساسي، وهو أن الإصلاحات التي همت قوانين الصحافة بالمغرب منذ بدايتها كانت قوانين تحت ضغوط ومنعرجات سياسية ومراحل وفترات سياسية دقيقة. بالتالي لما نتحدث عن مدونة إخراج مدونة الصحافة والنشر الحالية فإنها لا تخرج عن هذا السياق، منذ بداية الاستقلال مع قانون الحرية إلى التعديلات التي صدرت بعد في الستينيات، بعد التعديلات التي صدرت بعد ذلك في بعد السبعينيات، وما كانت في هذه الفترة معرفة محاولة انقلابات إلى آخره، ثم مع 2002 وهذا ما يسمى بالانفتاح والعهد الجديد، ثم فترة النقوص مع مدونة الصحافة والنشر لأنها أتت بعد فترة دقيقة من تاريخ المغرب والتي نعيش على ثمارها اليوم. ما حدث في الحراك الاجتماعي 2011 من سمية بحركة 20 فبراير؟ تم النقاش بقوة حول مستقبل الصحافة الإلكترونية وعن واقعها وأدوارها. بالتالي لا يمكن أن نفصل هذا النقاش الذي كان آنذاك عن واقع الصحافة الإلكترونية اليوم وعن مآلها، لأن نظرة عامة وشاملة حول واقع الصحافة ومآلها وأدوارها بالدرجة الثانية، لأن سوف أتحدث عن هذه النقطة، يساعدنا على فهم هذه الإشكاليات. الذي حدث وكنت مشاركا في تلك اللحظة في هذه الدينامية هو أنه تم الحديث عن ضرورة ضبط فضاء عمومي جديد، والذي كان مساهما فعال إلى درجة كبيرة في إنجاح الحراك الاجتماعي 2011 فبراير، والذي نعيش اليوم على ثماره، سواء ثمار إنشاء مؤسسات بعض المؤسسات أو إخراج بعض النصوص الديمقراطية، والذي تعرف في المرحلة الأخيرة نقصا وتراجعا عنها. إذن في هذا السياق وفي هذا المنحى لا يمكننا، وهذا ما أحس به بانطباع وبحزن شديد، هو أن البعض يتحدث عن الصحافة الإلكترونية بازدراء بنوع من التحقير. وكنت دائما ما يعني أحزن كثيرا لأن ضعف الفهم للدور الكبير الذي قامت به الصحافة الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي في الحراك الاجتماعي وما وصلته بلادنا في هذه المرحلة. نحن مدينون بالصحافة الإلكترونية والفضاء التواصل الاجتماعي بشيء كثير، فبالتالي النظر إلى جزئيات تقنية في عملية والنظر إلى بعض الأخطاء التي لا يمكن أن تتجزأ على المشهد العام للممارسة الصحفية المغربية، لا يمكن بهذه النظرة أن نزدري وأن نحتقر الصحافة الإلكترونية، بل ينبغي أن نرفع قبعاتنا وأن نقف احتراما لهذه الصحافة الإلكترونية. لماذا؟ لأنها ساهمت في توزيع هامش الحرية الذي ندعم به اليوم أو قبل هذه المدة الحقوقية ومدة عن حقوق التعبير والرأي وفتح المجال لها.
نعيشه ونمتن لهذه الصحافة الإلكترونية. لماذا؟ لأن فتح هامش الحرية وحرية التعبير أساسي وشرط مصيري في بناء الثقة في الانتقالات الديمقراطية وفي بناء المجتمع الديمقراطي. لا يمكن بتاتا اليوم أن نتحدث عن أدوار الصحافة ومن هذه الصحافة الإلكترونية في بناء مجتمع ديمقراطي أو دولة مؤسسات. فهذا أساسي جدا. إذا كنا نريد أن نراهن على بناء المجتمع الديمقراطي وعلى بناء انتقال ديمقراطي صحيح، فلا بد أن نراهن على توسيع حرية الصحافة وعلى هامش حرية الصحافة وحرية التعبير، خاصة في هذا الفضاء الجديد الذي ساهم وشارك في هذا البناء. إذا ينبغي إعادة النظر إلى الصحافة الإلكترونية كونها مساهمة، ليست مزعجة وليست واحد مجموعة من الصبيان هنا وهناك يشتغلون هنا وهناك. أكيد أن هناك أخطاء في الممارسة الصحفية اليوم، هذا لا يمكن أن ينفيه أحد، لكن هذه الأخطاء اليوم البعض يمكن أن بتفحصها بتحليلها أن نقف على بعض النقاط الأساسية، من بعض الأسباب الأساسية. ما هي الأسباب الأساسية؟ الأسباب الأساسية منها ضعف التكوين. بما أن هذه الصحافة الإلكترونية كانت فتية على بلادنا وعلى مجتمعنا، نادينا في بداية الحديث عن تقنين الصحافة الإلكترونية، والذي أقول على أن مدونة الصحافة والنشر جاءت خصيصا وأقررها، مدونة الصحافة والنشر والتي أسرع بها الوزير السابق سي مصطفى الخطي مع كامل الاحترام والتقدير، جاءت خصيصا لتقيد هذا الفضاء ولتقيد الصحافة الإلكترونية. قلناها سابقا وقلنا أن قبل الحديث عن القانون، قبل أن نتحدث عن فلسفة الضبط، يجب أن نتحدث عن تأهيل وتكوين هذا المولود. وقدمنا مقترحات في مشروع الكتاب الأبيض وما ذكره الأستاذ الوالي من ضرورة إرساء وقيام بتكوينات جهوية تسهر عليها وزارة الاتصال وتعطي مقابلها مشاهدات معترف بها، نادينا به وطالبنا بها سنة 2011-2012. والحقيقة أن هذا الواقع لم يتحقق لحد الواحد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نريد أن نترك الواقع للغربلة وللانتقاء ثم لتسهل عملية الضغط والتقييد. هذه طرق وتكتيكات سياسية معلومة ومعروفة في عملية الضغط منذ القدم. فلهذا ينبغي إعادة حرية التعبير بقواعدها وضوابطها.